السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حاجتين مهمين، اللي هي الكوست فانكشن والجريديانت ديسنت الجوريزم. بالنسبه للكوست فانكشن، مع اي موديل من المودلز اللي انا بشتغلها، سواء لينير ريجريشن او لوجيستيك ريجريشن، التريننج بيبقى مبني على الالجوريزم اللي هو الجريديانت ديسنت. فكره الجريديانت ديسنت ان انا في الرياضه بيقول لي التفاضل بيوصف مدى تاثير داله معينه او تاثر داله معينه بسبب تغير متغير من الانبوتس بتاعتها. فانا بالنسبه لي مثلا في اللينير ريجريشن، لو انا شغال على مساله لينير ريجريشن، فبيقول لي ان الكوست فانكشن اللي هو اللي بنديها الرمز جي في الغالب في اغلب الكتب وفي المحاضره، يعني قال لي ان انا شغال على ليست سكوير ايرور، يعني انا عايز امينيمايز مربع الايرور. فانا هنا بالنسبه لي بيقول لي ان هو نص الاتش ناقص الواي الكل تربيع. ال H دي اللي هي ال output بتاع الموديل، وال Y اللي هي ال true value اللي جاي من الداتا سيت. فالهدف بتاعي في التريننج ان انا احاول اقلل الكوست ده باكبر قدر ممكن. فلو لقيت ان فعلا القيم قد اللي موجودة في الداتا سيت بالظبط، يبقى انا هلاقي ان الايرور بيساوي صفر. طبعا الموجب والسالب التربيع هنا كده كده بيخليها موجب، فانا ما بشغلش بالي بالمشكلة دي. والنص هنا بس حاطين النص دوت عشان لما اجي بعد كده اعمل تفاضل، فالباور بتاعي اللي هو 2 دوت لما انزله تحت يروح ما ايه مطير الاتنين دي. طيب ده كده في حاله اللينير ريجريشن، اللي هو المفروض بعد كده نبدا نفاضل ونبدا نشوف مقدار التفاضل دوت بالنسبه لكل ويت من الويتس عامل ازاي، ونبدا ان احنا نعمل الايه الابديت بتاعنا. طيب في حاله بقى اللوجيستيك، انا دلوقتي عايز داله تكون سهل التفاضل، يعني ما ينفعش مثلا استخدم الساين فانكشن اللي هي صفر وواحد او ترو فولس، فدي داله ما اعرفش فاضلها او ملهاش تفاضل، فدايما بنشتغل على السيجمويد مثلا. ففي الكوست بتاع اللي هو اللوجيستيك ريجريشن بيبقى المعادله بتاعتها يعني غريبه شويه. المعادله بتاعتها بتكون عباره عن الواي مضروبه في لين الاتش زائد واحد ناقص الواي مضروبه في لين واحد ناقص اتش. انا ليه بقول المعادلات دي؟ لان وارد ان هو مثلا في الامتحان يقول لي يحسب لي الكوست بتاع الاتريشن الاولى كان كام، سواء كانت في لينير ريجريشن او في لوجيستيك ريجريشن، فلازم ابقى عارف المعادلات دي علشان اطبقها واعرف ان انا احسب الارقام اللي هو عايزها. طبعا ده مختلف عن الايرور والجدول اللي احنا حسبناه، عشان كده انا خليتها في فيديو منفصل. لو قال لك الايرور وحسابات الجدول فهي عباره عن اتش ناقص الواي وخلاص، سواء كانت لينير او لوجيستيك. لكن لما يقول لك احسب الكوست، فده على حسب انا شغال في انهي موديل، لينير ولا لوجيستيك، بحسبها من المعادله اللي قدامي دي. طيب فالمعادله دي علشان برضو ما ننساهاش، تعالوا نشوف هو كده يقصد بيها ايه. احنا اتفقنا ان في اللوجيستيك ريجريشن انا عندي الاوتبوت عندي يا اما صفر يا اما واحد، ان هو بيقول لي دوت بينتمي للكلاس او لا ينتمي للكلاس، ما فيش اي قيم تانية. فدي كده بالنسبه لي اللي هي القيم بتاعت مين، ما هي دي كده قيم الواي اللي هي ترو فاليو. وبالتالي تعالى كده نشوف في حاله ان الواي بتساوي صفر، الكوست بالنسبه لي هنا هيكون عامل ازاي. طبعا الواي بتساوي صفر، يبقى انا بالنسبه لي الترم ده على بعضه بيساوي صفر خلاص، بقى ما بقاش معايا، لان هنا الواي مضروبه في اللين، وهنا واحد ناقص صفر بقت عباره عن واحد، يبقى بالنسبه لي المعادله اختصرت في لين واحد ناقص الاتش. طيب الواي بتساوي صفر، تعالوا نفترض ان الاتش كمان بتساوي صفر، يعني معنى كده ان الاجابه بتاعت الموديل في الحاله دي صحيحه، هو الترو فاليو كانت صفر والاتش او الموديل مطلع لي صفر. فتعالوا نشوف هل الكوست في الحاله دي هيساوي ايه. هلاقي ان انا عندي هنا واحد ناقص صفر هتبقى واحد، لان الواحد بالنسبه لي في الحاله دي هتبقى فعلا صفر. يبقى ده في حاله ان الاتش بتساوي صفر، الترو فاليو بالنسبه لي او الكوست بالنسبه لي صفر. طيب تعالى نفترض ان الاتش كانت قيمة كبيرة وليكن واحد، هلاقي ان انا عندي هنا واحد ناقص الواحد بقت صفر، يبقى لان الصفر هنا هتلاقي ان هي سالب ما لا نهائي، يبقى كده الايرور كبير جدا. طيب يبقى في الحالة دي احنا اتأكدنا لما كانت الترو فاليو كانت صفر والاجابة بتاعت الموديل صفر كان الكوست بيساوي صفر هو كمان، لما كانت الاجابة بتاعت الموديل غلط وقال لي ان هي واحد كانت الكوست اداني رقم كبير جدا. طيب تعالى نحط الفرضية التانية ان الواي بتساوي واحد، فلما الواي تساوي واحد يبقى انا هنا بالنسبه لي المعادله هتبقى مختصره على لين اتش، لان هنا واحد ناقص الواحد يبقى طياره الترم ده بقى ما بقاش معايا خلاص. فبقى المعادله بالنسبه لي ككوست فانكشن دلوقتي هي عباره عن لين الاتش. طيب تعالى برضه نفترض الفرضيتين، ان هنا لو جاوب اجابه غلط وقال لي ان الاجابه صفر
هيبقى الكوست عامل ازاي، ولو الاجابة واحد هتبقى عاملة ازاي. لو انا هنا صفر يبقى عندي لين الصفر هتلاقي ان هي البتاع القيمة جابت لك سالب ما لا نهاية، ولو عندي هنا الاتش بواحد يبقى لين الواحد هتلاقي ان هي صفر. وبالتالي لو ما جاوبت صح طلعت الاجابة او طلع الكوست صفر، لما جاوبت غلط بشكل يعني كامل ان هي مش حتى احتمالية صغيرة، لا ده قال لي صفر والاجابة الصحيحة كانت واحد، فراح جايب لي الايه الكوست بالنسبة لي رقم كبير جدا اللي هو ما لا نهاية. طبعا الاشارات دي بتتهندل في ايه في المعادلات بعد كده. فده كده بالنسبة لي اللي هو ليه اخترت الكوست فانكشن في اللوجيستيك بالشكل ده. وطبعا في اللينير ريجريشن دي عادي اللي هي فكرة الليست سكوير، او ان انا بشتغل ان انا امينيمايز الايه السكوير اوف ايرور. طيب مفهوم الجرديان ديسيم تعالى بقى نطبقه بكده يعني بشكل معادلات، يعني حتة فهم كده بس شوية علشان هتساعدنا واحنا شغالين على الباك بروباجيشن. لو انا شغال في لينير ريجريشن فكان الموضوع عندي بالنسبة لي هو عبارة عن موديل صغير كده، تعالى نفترض ان هو متغير واحد اللي هو الاكس، وعندي هنا الويت وعندي البايز، وكانت هنا الاتش بتساوي الدبليو في الاكس زائد البي. فلو احنا طبقنا كده، تعالوا نطبق الجريديانت ديسنت ان احنا بنفاضل الكوست فانكشن بالنسبة لكل ويت، ونشوف الابديت دوت هنستفيد منه ازاي. فانا عندي هنا الكوست اللي هو تعالوا نديها الرمز جي على طول، بالنسبة لي هي عبارة عن نص الاتش ناقص الواي الكل تربيع. لو حبينا نعمل تفاضل الجي بالنسبة للويت اللي هو الدبليو اللي احنا بنسميه برضو في الفيديوهات اللي فاتت سيتا واحد، ودي بنسميها سيتا زيرو ايا كان، بس تعالى نوضحهم بس كفرق. فانا عندي هنا تفاضل الجي بالنسبة للويت، انا عندي الجي دي معادلة كبيرة، فالمفروض انا بفك القوس الاول يبقى الاتنين دي هتنزل تطير الاتنين في المقام، فهيتبقى لي هنا هي عبارة عن الاتش ناقص الواي، والمفروض اضرب في مشتقة ما بداخل القوس. فانا مشتقة ما بداخل القوس انا عندي هنا، انا بشتق بالنسبة لمين؟ بالنسبة للدبليو. فانا بالنسبة لي الواي ديت رقم جايبه من داتا سيت فهو الكونستانت يعني، فالمشتقة بتاعته هتبقى بصفر، لكن الاتش هي اللي جواها الدبليو لان الاتش بتساوي دبليو اكس زائد البي. وبالتالي لما فاضل بالنسبة للدبليو دلوقتي يبقى هضرب في الرقم اللي جاي جنبها اللي هو بالنسبة لي هضرب في مين؟ في اكس. ولو حبيت افاضل بارشال جي باي بارشال البايز فهلاقي ان برضو ان انا نزلت الباور فطير الاتنين اللي تحت، فهتبقى اتش ناقص الواي. ولما اعمل تفاضل ما بداخل القوس هلاقي ان البي مش مضروبة في حاجة، وبالتالي بضرب في واحد. ده كده المعادلة اللي انا استخدمتها علشان بعد كده اطبق الجريديان ديسنت، ان انا اقول ان الويت الجديد عبارة عن الويت القديم ناقص الالفا مضروبة في البارشال جي باي بارشال دبليو، وعندي البي بتساوي برضو البايز القديم ناقص الفا مضروبة في بارشال جي باي بارشال البايز. دي كده المعادلة اللي انا بعملها. كل بس اللي كان بيزيد في الفيديوهات اللي فاتت ان انا كان بيبقى عندي الداتا سيت فيها اكتر من نقطة، فبدل ما هي كانت بتتعمل لنقطة واحدة كنت بعمل سميشن، فببدأ ان انا ايه يعني اخد البارشال ده او ان انا يعني بجمعه على كل الايه السامبلز اللي موجوده، ده اللي هو كنت بحسبها من خلال الجدول، لكن ككونسبت هو بالنسبه لي حاجه واحده. فده كده مفهوم الجريديان ديسنت عامه، ان انا ليه بفاضل وليه بعمل المعادله دي. لان انا في الرياضه بيقول لي ان انت لو عندك معادله حاجه بالشكل ده مثلا، والمعادله دي انت مثلا لو تخيلنا دي معادله الكوست والمحور ده هو محور الويت، فمثلا لو انا القيمة الحالية للويت هي النقطة دي، فهلاقي ان هنا الميل بتاعي سالب اللي هو قيمة سالبة يعني. فقيمة سالبة في الرياضة معناها ان انت لو زودت القيمة بتاعتك يبقى الكوست هيقل طالما هي سالبة، ولو الميل بتاعك موجب يعني لو تخيلنا القيمة دي موجودة هنا فالميل بتاعك موجب، فمعناها ان انت لو زودت القيمة الكوست هيزيد. فده كده الفرق. فانا كل اللي فيها دي يعني معنى بقى الاشاره دي ان انا بمشي عكس التفاضل، بشوف التفاضل موجب ولا سالب وباخد الاتجاه المعاكس ليه. فلو التفاضل موجب يبقى انا محتاج اقلل الويت عشان الكوست يقل، لو التفاضل سالب يبقى انا محتاج ازود الويت يعني امشي ناحيه الموجب علشان الايه الكوست يقل. فده كده بالنسبه للجريديان ديسنت كمفهوم. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنعرف بقى يعني ايه صعوبة الباك بروباجيشن، او ان انا ازاي ابلاي الكلام ده على نيورال نتورك يكون فيها مالتي لاير مش مجرد لاير واحدة من نيورال. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.